عداش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته. ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته. ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا. وقلت لك ميت مرة، انا قلت لك ميت مرة، انا لسه انا لسه انا لسه صغيرة، انا لسه صغيرة. شوية أسئلة وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. أما انت عليك يا قلبي شوية أسئلة وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. لو عنتر عملهم ايه علشان يقسى الحب عليك. صباح الخير لزميلتنا مريم الحاج. مريم اليوم الجمعة. بونجور مريم. اليوم فيلم كما شفتوا صغير على الحب. كيفك؟ ماشي الحال. ما شفتك انا بعد. صحيح. كيف كانت الشارقه؟ تمام، كثير منيحه. اصلا عم نشوف التقارير مهضومين وحلوين. صحيح صحيح. يلا تفضلي. اليوم مثل ما شفنا فيلم صغير على الحب، وهالفيلم يعتبر اهم تجربه سينمائيه لسعاد حسني ورشدي اباظه بمرحله الستينات. هالفيلم ماخوذ عن مسرحيه عالميه للكاتب ادلر جونسون، وكتب السيناريو عبد الحي اديب والحوار ابو السعود الابياري، وجسد رشدي اباظه دور مخرج تلفزيوني عم يبحث عن طفل معجزه يقدمها من خلال برنامج غنائي استعراضي بتقوم فيه خطيبته بدور البطولة على أنه تأدي الطفل دورة بمرحلة الصغر. فبتتقدم سعاد حسني، ولما بتكتشف شروط المسابقة تتنكر بدور طفلة، وبيكتشف المخرج الأمر فبيقرر أنه يقوم بالدورين الكبيرة والصغيرة. بالوقت أعجب رشدي أباظة بموضوع الفيلم بشكل كتير كبير، ولكن دافع الموافق عليه ما كان فقط إعجابه بالموضوع، إنما الأهم كان أنه ما كان بده يضيع عليه فرصة مشاركة سعاد حسني بأي فيلم، فهو ما فقد الأمل ولا يوم بحبه. من فيلم صغير على الحب مشهد كوميدي بين سعاد حسني ورشدي أباظة، نتابعه سوا. أستاذ كمال، أنا آسفة جداً جداً، أصلي ولاد الجيران دول أشقية جداً بتجننوني دلوقتي حالاً. هتنشف بنكوي. مين أنا يا فندم؟ لا طبعاً الجاكيتة. أنا آسفة كمان مرة. الأنسة كريمة أخت سميحة مش كده؟ أيوة يا فندم بالظبط بالظبط. أنا برأيي إنك تقلع جاكيت أحسن تاخد برد. لا بسيطة مفيش حاجة. بس لا، ما هي الحاجة البسيطة دي ممكن تقلب بنزلة شعبية كبيسة. يا عزيزة. أفندم اتفضل حضرتك للصالون تتنظف دي وتتكاوي. هي سميحة بتعرف تضرب بيانو؟ لا، أنا اللي كنت بتمرن على عنوتي الجديدة. أنت بتعرف تغني؟ أمال، أنا متخرجة من معهد الموسيقى. ما شاء الله، يبقى البيت في اتنين فنانين بيعرفوا يغنوا. ميرسي قوي يا فندم. في الحقيقة أنا فوق كده وكده خدت جوايز. وليه راحتك فين يا سميحة؟ خدت جوايز كتير جدا من حفلات المغنية اللي كنت بغني فيها، وكمان إذاعة اسكندرية كنت بغني فيها. عظيم جدا، بس فين سميحة؟ أنا رحت كتير في التلفزيون عشان أقابل حضرتك. إذن بهالفيلم شارك رشدي أباظة وسعاد حسني البطولة، كل من نادية الجندي وزينب صدقي وسامية شكري وسمير غانم ليلى حمدي وغيرهم، وتولى الإخراج نازي مصطفى والإنتاج لمديحة يسري. العام 1900 أو الإخراج لنيازي. العام 1966 كان عام سعاد حسني بامتياز، عرضت فيه 7 أفلام مختلفة، وشكل هالفيلم أو شكلت هالأفلام بالنسبة إلى نقلة نوعية، وأظهرت مواهبها المتعددة عبر أدوار مختلفة ومميزة، خاصة بهالفيلم بالتحديد صغيرة على الحب يلي قامت فيه سعاد حسني بدورين، دور الطفلة ودور الفتاة الناضجة، وكانت فرصة إنها تلتقي بالأستاذ محمد الموجي ويلحن إلى أغاني ويعترف بصوتها كمطربة. أوبريت سعاد حسني من صغيرة على الحب نشهدها سوا. انا رح اقول لك سر خطير، بس السر ده بيني وبينك.
قول يا بنت السر كبير. عايز افتح عيني واغمض القى سني بقى 20. علشان ايه؟ علشان اعجب شاب يكون 35. لا مش ممكن. علشان خاطري بس ولو ليومين اتنين. لا يوم واحد بس بشرط تمشي. نعم مريم. نعم جوالة اسمعيني. اوكي تمام. نعم. بهالفيلم مثل ما بعرف انه هو تعاون الاول بين سعاد حسني ومحمد الموجي، وهذا التعاون في من وراء قصة مزبوط؟ نعم. على نعم. اي اساس؟ صح يا جوال، هو بالعام 1966 وهي السنة اللي كانت مقررة او مقررة فيها سعاد حسني انها تعمل نقلة نوعية، يعني انها تدخل بالادوار الكبيرة والعميقة وبالوقت نفسه تستفيد من قدراتها بالاستعراض والغناء، ولا حتى تثبت السندريلا سعاد حسني قدراتها الغنائية كان لابد من انها تتعامل مع عمالقة كبار كتابة وتلحينا، لهيك اصرت التعامل مع محمد الموجي واشتركت معه فيلم صغيرة على الحب تلحينا بأغنيتين من هالفيلم. وكمان بالمقابل كان الموجي سعيد ومهتم جدا بالعمل مع سعاد حسني، لأنه هي كان عندها ميزة هي إنها فنانة قادرة على التلوين وقادرة إنها تجمع بين صوتين، صوت بنت صغيرة وصوت فتاة ناضجة. يلا نعم. نسمع. نعم. تكون شي بتحبه؟ مدام كده انا من رايي تمسك الخطوبه وتخلص منه. لو عملت كده هتلاقي خطيب تاني منين يا ابي؟ تلاقي كتير، كريمه فنانه واحساسها مرهف واعتقد ان صوتها جميل. صحيح يا ابي، يعني عجبت حضرتك مريم؟ هالفيلم شكل التعاون الاول بين رشدي اباظه وسعاد حسني، كم مره تكرر هالتعاون رجع بيناتهم؟ نعم، بيريت هو رشدي أباظة شكل مع السندريلا سعاد حسني ثنائي أشبه بروميو وجولييت. صحيح أنه رشدي أباظة شكل مع بعض نجمات السينما المصرية ثنائيات ناجحة، ولكن أكبر تعامل كان مع سعاد حسني. مثلا مع فاتن حمامة قدم رشدي أباظة 8 أفلام، مع هند رستم 10 أفلام، مع شادية 5 أفلام، نجلاء فتحي اشتغل معها 9 أفلام، مع صباح 5 أفلام، أما مع سعاد حسني وصل الرقم معها إلى 11 فيلم. إذا كان أول لقاء بيناتهم بفيلم هاء 3 عام 1961، انتهاء بفيلم أين عقلي عام 1976، وفيلم صغيرة على الحب يلي شفناه هلا كان هو التعامل الثالث بين سعاد حسني ورشدي أباظة. نعم. حلو اختيارك للفيلم مثل كل نهار جمعة مريم. نحن بنتمنى لك ويكند حلو، بنشوفك التنين. باي باي. هلا وضمن الإصدارات الفكرية الجديدة أقيم حفل توقيع الكتاب الجديد للعميد والكاتب عدنان شعبان بقصر اليونسكو. الكتاب حمل عنوان كلام في السياسة، وهو بيلخص مسيرته الطويلة بالعمل السياسي. بنعرف أكثر عن هالحفل من خلال التقرير. كلام في السياسة هو عنوان كتاب بيلخص مسيرة طويلة من العمل السياسي للعميد والكاتب عدنان شعبان، وبيتضمن مقالات وتحقيقات حول مواضيع سياسية عديدة وضع العميد شعبان تحت تصرف القراء. أما الكتاب فتم توقيعه بقصر اليونسكو. كتبت بالنهار شي 100 مقال، جمعت هالمقالات كلهم بعد ما جمعتهم لقيت فيهم أشياء، فيهم وضوح، فيهم رؤيوية. صحيح بالسياسي أنا كاتب كلام بالسياسي، بس بيقرأ الواحد بيرتاح لأنه ما بيزعج. صفحته شوي للكتاب وقلت بدي اشتريه قصد لشوف الكلام بالسياسي القديم اللي كان يستعملوه هل ينطبق على الواقع. حقيقة لسوء الحظ أنه كلام السياسي القديم نتمنى أنه يرجع، لأنه الكلام السياسي اللي عم نسمعه هلأ كلام خلافي، كلام طائفي. لفت لي نظر العنوان، إنه مش معودين نحن العسكريين نكتب بالسياسة. على كل حال حياتنا كل يوم بالسياسة، مش ضروري اللي عم تسمعيهم على التلفزيونات هي سياسة. السياسة هي حياة الإنسان يومية إذا مارسها بشكل صحيح. الصديق عدنان يعني رجل مليء بالخبرة السياسية والشخصية، فالكلام بالسياسة مش كلمة سياسة، مش كلمة بذيئة، هي حقيقة الكلمة بتكون بذيئة أو صحيحة بحسب قائلها.
الكلام السياسي الموحد ويلي بيبني البلد هو يلي بيطرحه هالكتاب، وبأسلوب مرن وسهل وبعيد عن الكلام السياسي الجارح يلي أصبحنا عم نسمعه اليوم. عميد شعبان عاش أكثر من الأزمات كلها بلبنان، وهلأ يعني لخص هذه الأمور بكتابه. هلأ بالوقت الحاضر فيش كلام سياسي، كله تفنيس وكله كذب وكله طحنة. كلام بالسياسة كله الكلام خارجي بيتنفذ هون بس. على كل السياسة إلى أربابها، ونحن منفكر إنه سياسي مش من عنا، جاي من برا السياسة، عم نخضع للأوامر ومش أكثر. ومرحب بضيفنا لليوم الدكتور محمد صنديد، رئيس الجمعية اللبنانية للسكري. صباح الخير دكتور صنديد، واهلا وسهلا فيك معنا باستوديو اخبار الصباح. يعني نحن لقائنا دائما بيتكرر أكيد. خاصة بمناسبة اليوم يعني هو صحيح. 14 تشرين الثاني اليوم العالمي للسكري، ومشان هيك انتم عم تقوموا بمجموعة من الحملات، والشعار لهالسنة هو الغذاء الصحي للوقاية من السكري ومضاعفاته، والتركيز كمان على أهمية الترويقة. صحيح صحيح صح؟ صحيح. لهيك هلا رح اسألكم أول سؤال، إذا تروقتوا نحن يمكن معذورين لأنه منوع كتير بكير تنجي لهون. لا أنا ما بتروق، لهيك لهيك رئيس الاتحاد كلفني قلكم أنه لازم تتروقوا لحتى نتوقع الإصابة من السكري عند الناس الأصحاء. هل قد الترويقة أساسية؟ أكيد، كل الدراسات أثبتت أنه الناس اللي بياخدوا healthy breakfast، الترويقة السليمة اللي راح نحكي عنها بعد شوي، أكيد بصير في عندهم prevention، وقاية من الإصابة من السكري النوع الثاني. لأن النوع الأول اللي بصيب الأطفال ما فينا نعمل وقاية، بيجي نتيجة هدم أو تلف للخلايا البنكرياس من فيروس معين أو شيء بعد ما نعرف، وبدهم أنسولين هو الأطفال. أما النوع الثاني اللي هني عند الكبار فينا نأخره، فينا نعمل وقاية. بس ليش دكتور الترويقة هالقد أساسية؟ أي. ليش هالقد بتلعب دور؟ تقلك ليش؟ لأن إذا ما تروقنا الصبح الظهر حيكون في عنا شهية أكثر، والعشاء كمان شهية أكثر، فالإنسان كمية الطعام رح تكون أكثر وبخربط بنوعيتها، فبيزيد وزنه، والوزن هو عنصر أساسي بالإصابة بالسكري. بينما إذا وزننا بالوجبات الثلاثة اللي هن الصبح والظهر وعشية، أكلنا بيكون معتدل ومتوازن، وزننا معتدل. وهو التوازن بالوجبات الثلاثة بينصحوا فيه، يعني خاصة اختصاصي الغذاء صحيح. ضروري مش بس للوقاية من السكري، يعني ضروري لنظام غذائي سليم 100%. بس هلأ شعار السنة اللي أطلقه الاتحاد الدولي للجمعية اللبنانية للسكري، عضوي فيه وبتمثله بلبنان، وكل سنة خلال شهر تشرين الثاني بنعمل هالحملات، بنعمل ورش عمل. السنة راح يكون في عنا ورشتين عمل كبار بالمنرو وبالجنوب مركز لبيب الطبي، بالشمال مبارح كان في عنا بجامعة بيروت العربية يوم كامل عن الغذاء الصحي السليم. مندرب ترينر اوف ترينرز للناس ياخدوا عنا الرولي بالمستقبل خلال السنة، تيعلموا الناس كيف يتروقوا ترويقة صحيحة. شو هي يعني ما أنا عم نحكي يعني عنه؟ باختصار ما لازم ناخد مثلا الخبز الأبيض، لازم ناخد خبز الأسمر، العصير اللي بناخده طبيعي مش المعلبات المحلية، الحليب نص دسم، الخبز الكامل اللي هو أسمر، ما ناخد كرواسون، ناخد التوست الأسمر، ناخد الخبز المرقوق العادي. البيض إذا عندنا خبز المرقوق مع أنه بيحتوي على كمية عالية من الملح، لا ما هو بدك تكوني من مصادر مزبوطة. لهيك أنا بشجع الناس اللي بالريف اللي هني بعدهم بيخبزوا خبز على الإيد، أو إذا اعتمدنا حدا نجيب منهم، وفي ناس بعد أوفية لهالمعايير أكيد. خاصة بمناسبة هال خاصة الأشياء اللي نحن عم يعني هن كمان بدورهم عم يتناولوها يعني صحيح نعم. أكيد يعني نبعد عن الحلويات صحيح. الصبح حتى المربى إيه حتى المربى وكل شيء فيه بسموه محلى، يعني حتى الياورت اللي هو داخله مواد تحلية ناخد لبن عادي. نبتعد عن الأكل المقلي، لأنه إذا رحنا على الأوتيلات إجمالا برا في خاصة بالخليج بنلاقي فيها بيض معانا، يعني ناخد البيضة المسلوقة. طبعا ما بدي فوت بتفاصيل كثيرة، بس هذا اختصاصية تغذية عم تهتم بها. بس هذا صار معروف، صار يعني معروف النظام الغذائي السليم صار معروف عند الناس انه كميات كثير قليلة من السكر، اذا بدنا ناكل سكر بناكلها طبيعية مش مهدرج. جوال الحقيقة الإعلام كثير له دور. انا بتذكر انا على هالبلاتو من عشرات السنين
كنا نعاني من المعتقدات الخاطئة، كنا في صعوبة نقول للأطباء يشاركونا بهالحملة. اليوم الحمد لله صار في جمعيات كتيرة عم تشارك بهالحملات، الإعلام صار عم بيلبي دغري بالأول، يعني أثبتت فعالياتها هالحملات 100% اللي عم وبدها بعد. أكيد في نقص، بس هون دور الإعلام كتير مهم ومشكور ولازم نتابع على مدار السنة. نحن دكتور حكينا عن الترويقة يمكن للشخص العادي اللي مش مصاب بالسكري، شو ممكن يتروق تيتفادى لاحقا الإصابة بالسكري، بس الأشخاص المصابين بالسكري كمان قديش نظامهم الغذائي بيكون أقسى، قديش يمكن أكلهم كمان محدود أكتر من لا أشخاص. ما رح نكون كتير ستريكت معهم وقاسيين، لأنه أثبتت الدراسات أنه مريض السكري بحاجة للسكريات الطبيعية الموجودة بالفواكه حتى يستعمل بعض المحليات الصناعية. ست البيت اللي زوجها أو خيها أو ابنها مصاب بالسكري فيها تعمل له هالحلو اللي هو مع السكرالوز المحلى اللي ما بيمرمر، بتحطهم بالبراد بيفيق بعد النوم أو بعد الغداء، بياخد كاسة جلو أو كاستر أو رز بحليب. يعني هو الأشياء اللي معمولة هاند ميد، صحيح بالبيت مدروسة وتحت إشراف اختصاصي التغذية، والطبيب كمان لازم يساعد. يعني ما نكون قاسيين كتير حتى ما ننفر المريض. المرض السكري مرض بده يتعايش معه مش يوم واثنين، فعادة مرض مزمن. اي فعادة الطريقة التقليدية اللي كنا مثل برفع العصا شوي، اذا ما عملته اذا كذا بطل فيها. هلا صار النقاش مع المريض والحوار باخذ العلاجات الصحيحة باللايف ستايل، انه يمشي ثلاث ارباع الساعة يوم يوم لا، يعني مش بس نظام غذائي، لا كمان أكيد اسلوب حياة، اسلوب حياة في نمط حياة، وخاصة الحركة والنشاط الجسدي زائد العلاجات. يعني ما فينا نجي نقول لمريض سكري انت حتتعالج فقط بس بالغذاء الصحي صحي صحي، بدنا نكمل اللي هو بالعلاجات وخاصة بالعلاج بالانسولين المبكر. يعني هلا تايملي انسولينيزيشن واحد من اهداف الاتحاد الدولي للسكري، تنقنع الناس كيف ياخذوا الانسولين مبكرا اذا الطبيب وصف لهم اياه. اللي عم يصير انه المريض عم يرفض والطبيب ما عم يلح، وبالتالي هالاشتراكات والمضاعفات عم تكون، لانه هذا مرض قاتل صامت مع الوقت ما بحس فيها، بروح عيونه بروح. هلا عنده مضاعفات كثيره، هلا لحسن الحظ المريض وبقول لك حكيم انت بدك تعطيني انسولين لحتى، لانه جاري اخذ الانسولين تحسن وضعه صار يمشي منيح نظره منيح، هذا كمان من مفعول الحملات اكيد اكيد، وحتى القدره الجنسيه تحسنت. يعني في السكري ومرض يطال جميع الاعضاء، لهيك كونه مرض صامت لازم يكون في توعيه وفي تعايش معه بشكل سليم. نعم دكتور، قديش نسبة المصابين بالسكري؟ وأنا بعرف أنه هن على ازدياد بشكل مفاجئ، امبارح كان ضيفنا كمان حول السكري وعطانا بعض الأرقام. اي الاتحاد الدولي للسكري نحن الأرقام اجتنا أنه السنة بال 2014 في حوالي 390 مليون مصاب من النوع الثاني، العدد سيتضاعف مع حلول عام 2025، ونحن بمنطقتنا هون منطقة المينا ريجنت اللي الجمعية اللبنانية للسكري تنتمي إليها 20 بلد، وعنا اجتماع بالأقصر بعد 5 أيام حتى نحدد السياسة القادمة، في عنا 40 مليون مصاب. المقلق أنه في 6 ملايين وفية بالسنة من مرض السكري، وكل 10 ثواني في إصابة بمرض السكري. مرض مقلق من حيث اجتياحه، صار في زحف يعني تسونامي العصر. لهيك نحن بسباق مع برامج التوعية، كل 10 ثواني في إصابة جديدة للسكري. صحيح صحيح، عندك 1.5 مليون امبيتيشن يعني بتر قدم بالسنة، أرقام مخيفة ومذهلة. والمخيف أكثر أنه منطقة الشرق الأوسط نحن بنسميها المنطقة الحمراء اللي هي فيها كتير ارتفاع لمعدلات السكري، اللي بحاجة لبرامج توعية بشكل دائم. نحن لهيك بالجمعية اللبنانية للسكري على مدار السنة، مع أنه نظامنا الغذائي بعده أحسن من دول الغرب، يعني الغرب شفنا إلى حد ما إلى حد ما. يعني نحن بلبنان السنوات الماضية إذا بتتذكري أو بتسألي أهلك وأهلنا، ما كان في هالفاست فود بالقرى، ما كان في هالأنواع العصائر والماركات. هلا بتلاقي بين دكان ودكان في محل، بس مثلا بأمريكا وبكندا أكثر نسبة بدانة بالعالم هونية، كل معروف يمكن أكثر أكثرية الأشخاص عندهم هالبدانة المرضية بيكون عندهم سكري، صحيح، وبياكلوا فاست فود. بنوا المنطقة حمراء. إيه بس بياريت لقلك هلا صار في قوانين، هلا صار في ضرائب كبيرة على الأطعمة. وحتى أنا تعمدت من حوالي شهر لما كنت بفيينا بالمؤتمر الأوروبي أني أكل ماكدو، لقيته طعمته مختلفة تماما. سألت قالوا لي عم بياخذوا المعايير جديدة مختلفة. لهيك نحن بلبنان بحاجة لحماية المستهلك أكثر، حتى نشوف الأطعمة الخالية من السكر لمرضى السكر، يكون في مراقبة مع هالحملات اللي عم تنقام لحتى نضمن
حقوق مريض السكري. وهون أنا بالمناسبة بدعي أي جمعية أو أي مؤسسة بتحب تشارك معنا باليوم العالمي للسكري تتصل فينا على مركز الجمعية تتاخد الماتيريا اللي بيجينا من الاي دي اف على الرقم 01-3300-515. بتجاوبهم المسؤول هونيك وبتعطيهم كل هالملصقات والمطويات بالعربي. وهيدا اللوجو اللي حطته انت هيدا اللوجو هو شعار اليوم الاتحاد اليوم الوطني اليوم العالمي للسكري. لما رحنا على نيويورك ومضي لبنان سنة 2006 أطلق هذا الشعار اللي هو رمز السماء ورمز اليو ان الجمعية العمومية واللي وقع عليه 166 دولة منها لبنان واللي تمنوا على كل بلد انه يسعى ضمن نطاق سياساته الصحية للتقليل والتخفيف من مضاعفات السكري وإقامة الحملات ودور الإعلام تحديدا بهالحملات. احنا ما عم نتشدد عليها. لا كتير مهم. شو تروقت اليوم؟ انا فعلا تروقت اليوم توست سمراء شويه لبنه ونسكافيه وحبه فواكه تفاحه. هلا انا بعد الحلقه بتروق دغري. انا على اكيد ما بفت الرياح. الافضل قبل ما تطلعي من البيت وحتى الامهات كمان بالنسبه للاطفال اللي بيروحوا على المدارس نشدد انه يفيقوا ربع ساعه قبل تياخذوا وجبتهم الكامله اللي عم نحكيها. وبالتالي لازم يكون في حملات بالمدارس مشان الكونتينات مشان الكيوسك يكون في اكل صحي لانه بنعرف قديش في زيوت مائيه. هلا بس بتفرق ايام يعني قلت بفيينا مرقت ايه طبعا فاست فود. لا انا يعني تيست عم بعمل تيست. الانسان بالنهايه ايام بده يمرق هيك حلويات واكل سريع يعني. اكيد اكيد نحن منا عم نقول نكون متشددين كثير. طب لا حتى مريض السكري عم بقول لك انه بيقدر يقطع اوقات بقى كيف الشخص. لا شيء كثير طبيعي مهم الاكل بتوازن وباعتدال ونكون واعيين على اللي عم ناكله يعني اهم شيء. دكتور محمد صنديد رئيس الجمعيه اللبنانيه للسكري نحن بنحييكم يعني يكون ألف عافية. عن جد الأرقام بتخوف على أمل أنه نقدر نحط لها حد يمكن مش بالقريب العاجل بس أنه نقدر نحط لها حد بكل الأحوال. يعطيك ألف عافية وشكرا لحضورك. شكرا لك. شكرا لك. بريك نرجع نتابع أخبار الصباح.